كرست المملكة بصفتها رئيسة مجموعة العشرين لهذا العام جهودها الحثيثة في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها. المملكة قدمت 500 مليون دولار أمريكي لدعم جهود التمويل العالمية، ومن أجل التعاون على تطوير وتسريع الوصول إلى التقنيات الصحية الأساسية الجديدة للفيروس. وفي خضم التداعيات الجارية جراء تفشي الفيروس، كشفت المملكة عن ضخ ما يقارب 10 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي، وأشارت إلى أنها تدرس مبادرة تمديد خدمة الدين إلى ما بعد 2020 وحسم ملف دعم الصحة العالمية وإغلاق فجوات التمويل ذات العلاقة بها. هذا ويضاف إلى أن المملكة قد شاركت في قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا، وجاء إعلان الرياض الصادر عن قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية كخطة عملية فعالة من شأنها تمكين أنظمة الرعاية الصحية حول العالم لمواجهة الأوبئة. القمة ناقشت الدور الجوهري الذي تؤديه الصحة الرقمية في مواجهة الأوبئة الراهنة والمستقبلية، إلى جانب خطة عمل لتسريع الابتكارات في مجال الصحة الرقمية. كما دعت إلى العمل على إنشاء بنية تحتية لمشاركة الممارسات الصحية الرقمية الجيدة القائمة على الأدلة والبيانات عالية الجودة لتمكين المزيد من الأنظمة الصحية والدول من الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.